في إطار مساعينا للتصدي بكل حزم وعزم وصرامة لجميع أشكال الإجرام الماسة بوطننا المفدى، تتمكن من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية تورط أفرادها في قضية التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، المساس بالمعالجة الآلية للمعطيات، إدراج معلومات مزيفة على مستوى الشبكة الوطنية بمصلحة البطاقات الرمادية، سوء استغلال الوظيفة، طمس الآثار، التصريح الكاذب والمشاركة. هذه العملية أسفرت عن حجز 25 مركبة من مختلف الأصناف والأنواع مع استرجاع الملفات القاعدية المزورة والإطاحة ب 2 و100 متورط.